أول ما أرحب على ضيوفك الكرم. حياك الله. أحب أوضح الموضوع كله. أبو علي قبل التوضيح تفصيلاً. قبل نعم. التوضيح يعطيك العافية على الجهد اللي بذلته اليوم. صراحة أشوفك رايح راد لا إله إلا الله، راد ولد عمره 19 سنة ما شاء الله. أنا الحمد لله نقدم ناس قاضية وجماهير ناس قاضية وضيوفنا، وهذا واجبنا يعني ما في أي منه. والحب أولا خل نسمي الموضوع أحسن. تفضل. نحب انا كمجلس اداره براسك الشيخ خالد والله مجلس الاداره نعتذر من الاخوان السفاره عن ما بدر من سوء فهم خارج الملعب، ونحن كمجلس اداره نحترم جميع ضيوفنا ولم ندخل في شؤون الامن. هذه الاشياء الخارجيه اللي حصلت من سوء فهم، واكد حرصي انه وجهنا الدعوه لجميع اعضاء السفاره دون استثناء واستقبلناهم وعلى الوفد الزمالك بالمطار بالورد، ولم نمنع اي شخص في دخول الملعب. وانا شخصيا كنت حاضر جالس مع وفد الزمالك في موبنبيك طول الفتره اكثر من ما جلست مع نادي القادسيه، واكرمنا بعد مدير الزمالك واعطيناه تذاكر حق اخواننا المصريين اللي عاملين في فندق موبنبيك اللي كانوا الزمالك ساكنين فيه. نعم. ايش اللي صار ابو علي؟ ابو علي ايش اللي صار بالضبط؟ احنا ما فرقنا، لا ما اللي حصل ابن الحلال المباراه بدت، احنا بدينا الدعوات لاعضاء السفاره الكرام ورئيس الوفد. اليوم انا مدي الاخ اسماعيل بالمفندق قضينا الدعوات، وقال لي متى؟ قلت عنده الساعه 3 الظهر، قال لي احنا حتوجه الملعب ان شاء الله الساعه 4 ونص، بس اللاعبين الزمالك وصلوا بدري ما في اي مشكله، بس الاخ وفد الزمالك مع السفاره وصلوا متاخرين، والبوابات انتم عارفين الملعب صغير والجماهير متقابله، وبغى يدش احنا كنا داخل ما ندري عنهم شنو حصل يعني برا، قالوا لنا ان السفير ولا في مشاده برا مع الجماهير. تفاجئنا ان السفير لم يدخل مع رئيس الوفد. هذا اللي حصل. اما احنا كمجلس اداره ما لنا دخل بالموضوع، هذه البوابات كلها مستلمتها الاخوان بالداخليه. شنو رايك باللي اخوان بعض الجماهير المصريه قالت ان انتم بعتوا تذاكر اكثر من العدد؟ لا لا احنا مصار. احنا ضابعين 14,000 تذكره على عدد الاماكن الموجوده بالاستاد، وعلى حاسبين حساب الاستاد صغير وما يصير اكثر من 15,000، لكن تفاجئنا في ناس احضرت وكسروا البوابات ودشوا بدون تذاكر. حتى المنصه الرئيسيه كنا عاملين دعوات على 250 دعوه بدون اصحاب اطفال. فالامور كلها طيبه، بس انت تدري مباراه كبيره وجماهير كبيره، جماهير القادسيه وجماهير الزمالك، الملعب ما يسع العدد اللي حضر اليوم، كسروا البوابات ودشوا. هذا مو مجلس نادي القادسيه. علي في ليش مجلس الاداره مع الوفد ليش مو قاعدين بالمنصه اللي فوق؟ ليش قاعدين بالمنصه اللي تحت؟ مع انه في فوق منصه اللي هي أميرية. لا مو اميريه. نعم نعم اوكي هذه المنصه مو جاهزه، والهيئه حاولت انها تسوي التكييف، لكن اداره نادي النصر قالوا هذه المنصه يعني نادي النصر ما سلمكم اياها. نادي النصر ما سلمكم اياها. نعم واحنا حاسبينها كمخطط، سوينا كوكي للملعب. نعم. بدون هالمنصه، لان هذه مو جاهزه ما فيها تكييف. حاولوا الهيئه يسوون التكييف، حتى انا بلغتهم يا جماعه التكييف مو مشكله، ممكن ناجل مكيفات حق المباراه. لكن ما استجابوا لنا. ما سووا. ابو علي. نعم. صار في شيء، في احد من اعضاء الاتحاد حضر؟ اي اتحاد. اي نعم في احد الناس حضروا. ايه. يقولون انت طارد واحد او مقوم واحد، هل صحيح الكلام؟ لا مو صحيح. انا طبعا الكراسي الاولى يا جماعه عارفين حق وقت الزمالك حق اعضاء مجلس اداره نادي القادسيه. الاماكن محدوده يا جماعه، ما نقدر ندخل الضيوف، يعني ماكو فرق بين الكرسي الامامي والكرسي الخلفي. يعني قصدك في احد كان موجود بالكرسي الامامي قلت له اقعد في الكرسي اللي ورا، عدل؟ لا بالبدايه لا ما في من الجماهير اللي نقول عليهم بعض جماهيرنا قومناها باحترام لضيوفنا. نعم. زين طيب. انت مو زعلانين على بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره؟ هذا اللي وصلنا. احنا زعلانين على الاتحاد كله بعد العمليه اللي صارت حق الغاصيه. ايه طيب. شيء واضح يعني شلون يعني اللي حصل
فعل فاعل. هل تظن ان احنا نكون على انتهى شهر العسل بيننا وبينهم؟ اوكي.